لك انتو وينكن لهلأ؟ فهموني ليش كل هالتأخير هذا؟ انشغل بالي من الصباح، عم دقلكن كتير وما حدا عم يرد. لك شو قصتكم؟ لشو حاملين تليفونات؟ وين زينب بنتي؟ عمو طيب خلينا نقعد ونحكي بهدوء. خير شو صاير؟ عمي عثمان بنقعد وبنحكي بهدوء. ايه ماشي بنقعد. انا اكيد زينب رجعت لعند اهلها مو هيك؟ توفت. حتروح مو هيك فرهاد؟ الحصان البري ما فيك تربطه أبدا إلا إذا طلع مين يعرف يربطه. شي أكيد. المسدس اللي أعطيتني إياه اليوم روحته. كيف بقى؟ أخذوا طاهر وبعدين أخذوا الشرطة. ليش يعني؟ طاهر اليوم هجم على جينجو بس أنا ما فهمت ليش. طاهر حقاني مستحيل يهجم على حدا ببيته إلا إذا كان في شي سبب. يعني ما خطر على بالك تسأله؟ ما سألته. مبين إنه في مشاكل كتير بيناتهم، ما حبيت الدخل بمشاكلهم. أصلاً أنا بكرة رايح. كلياتنا رايحين يا فرهاد، ما في حدا رح يضل عايش ومخلد بهالدنيا. شوف الدنيا مو مستاهلة نتعلق فيها، مو هيك؟ ايه هيك مزبوط. يعني طلع أخوها يلي قتله، يعني أخوها اللي نفذ. بس بتعرف اليوم أنا ناديت لها مشان تجي تاكل، ما كذبت خبر، فاتت فوراً وقعدنا. عملت لها صحن بيض بإيدي، وأول ما قعدت سكبت لي معلقتين أكل بصحني وسكبت معلقتين كمان بصحنا. كنت عم شوفها كيف عم تاكل، كانت هادية كتير وعم تاكل بدون ما تحكي ولا حرف. حاولت أكل معها بس ما قدرت، وما بعرف شو كان السبب. أنا ما كنت مركز بنوب وبالي مشغول وما عرفت شو كنت عم أكل حتى. يعني أنا ما أكلت بس هي قالت الأكل هاد نعمة وما بيصير ما ناكل، وأكلت. ولما خلصت قالت لي شكرا. قلت يا ربي دخيلك، كل الناس اللي شافوها قالوا إنه مرة غلطانة ومذنبة كمان، ما شافوا التواضع يلي عندها وتقديرها للنعمة والصبر اللي صبرته. الله شاهد إني غرت منها. شو في؟ مع الأسف الأخبار مو منيحة أبداً. شو في؟ احكي بسرعة. المحامية أسماء هوبالي تركت خصلة الشعر يلي بده ينعمل عليها التحليل تبع الدي إن إي بقسم الأمانات بالمحكمة، ومدعي إنه في عملية اغتصاب ونتيجتها كان الطفل وهو صاحب هاي الخصلة. اسمعني، بتروح على حوض السفن فوراً، خليك هنيك لأوصل. خير.
خير، شو بك استاذ؟ الجو برا مو شوب كتير، ليش هيك انت عرقان؟ يا بيك هلأ زينب خانم كان في عندها ولد، صحح لي إذا أنا غلطان. اي صح يا بيك، بس أنا قلت لك إذا كنت غلطان صحح لي، ما قلت لك تقاطعني. بعتذر كتير. ليك عم ترجع تعيد نفس الغلط. ها لكان زينب كان عندها ولد وكانت عم تدعي بأنه أنا بكون أبوه، وخصلة الشعر اللي بالمحكمة هي لهداك ابن الحرام، مزبوط لهون؟ اي مزبوط. وبس تطلع نتيجة تحليل الدي ان اي رح ينكشف انه انا ابوه الحقيقي لهداك الولد، واذا اخذوا بعين الاعتبار عمر زينب وقت القصة رح يثبتوا انه ما كانت راشدة لسه بوقتها، مزبوط كل اللي قلته لهون؟ اي صح هالشي. وانت مو طالع بيدك تعمل شي ابدا، وطبعا هون المشكلة. هلأ يا بيك اسمعني، هداك الشعر لسه موجود، واللي بيهمني انه تروح فورا تلاقيه وتخفيه. ايه بس يا بيك مو معقول، هذا الشيء مستحيل، هن سلموه للامانات تبع المحكمه وانا ما بقدر اعمل شيء بنو. بدك يعني فوت مثل الحرامي على المحكمه واخذ خصله الشعر يعني؟ اسمع شو حقول لك وركز كتير منيح معي، اذا خصله هالشعر ما بتختفي وبتخلصني من كل هالقصه فصدقني سهل كتير علي انه اخفيك وما اترك لك اثر بنوب، وانا كتير متمني اعمل هالشي، بس رح اجرب اعطيك فرصه، واذا بتفشل بتعرف شو بصير. عم افهم يا بيك. هلا بتحل لي هالقصه هي، كيف بدك تلاقي حل وكيف رح تتصرف ما بهم، المهم انه تحل هالمشكله. صح. اصحك تجرب تختفي لانه النتيجه ما رح تعجبك ابدا، وانت بتعرف منيح شو بقدر اعمل. انا قادر انه لاقيك وجيبك لو كنت متخبي بسابع ارض، ووقتها يا ويلك. هلا يلا انقلع، اطلع انقلع. ناس فاشلة. أنا ما أجيت أدفن أبي، أنا أجيت لهون لحتى أدفنك إلك يا زينب. زينب، مو كنت وعدني؟ بشو وعدتك؟ إنه رح تضل تحبني، مو هيك قلت؟ وانتي قلتيلي ما رح يفرقنا غير الموت، وأنا ما خلفت أبداً بوعدي. متأكدة؟ وهالرسالة شو لكان؟ ها؟ يمكن تكوني نسيتي الشي اللي كان مكتوب، بس أنا طبعاً ما نسيت. حفظت الرسالة كلها كلمة بكلمة يا زينب. تعرفي شو؟ ما كنت قيمة الرسالة من إيدي بنوب. خبي الرسالة لأنه بتحبني؟ ولا لحتى تضل تكرهني وكل يوم يزيد حقدك علي؟ أنت شو رأيك؟ قولي. حبيتك لدرجة كبيرة ما حدا بالعالم ممكن يحبك قدي. طيب وهلأ بتحبني ولا شو؟ أكيد أنا بحبك.